عاملين ايه؟ هنبدأ النهاردة ده نشيد مع اصحابي، مع اصحابي، مع ايه؟ أصحابي اصحابي دول بتقابلهم فين؟ في الحديقة، في الحديقة. وفين كمان؟ في المدرسة، في المدرسة. بتعمل معاهم ايه؟ نلعب سوا سوا. وبايه ونضحك سوا وبنفطر ايه سوا. طيب يلا نقول كده مع بعض، مع اصحابي. مع أصحابي، هيا هيا يا اصحابي، هيا هيا يا أصحابي، نحكي قصصا عن احبابي، نحكي قصصا عن أحبابي، او نتسلى بالألعاب، او نتسلى بالألعاب. هيا هيا يا اصحابي، هيا هيا يا أصحابي. تاني نقول مع بعض ونشاور على الكلمة، هيا هيا يا أصحابي، هيا هيا يا أصحابي، نحكي قصصا عن أحبابي، نحكي قصصا عن أحبابي، أو نتسلى بالألعاب، أو نتسلى بالألعاب. هيا هيا يا أصحابي، هيا هيا يا أصحابي، هيا هيا يا أصحابي، هيا هيا يا أصحابي، نحكي قصصا عن أحبابي، نحكي قصصا عن أحبابي، أو نتسلى بالألعاب، أو نتسلى بالألعاب. هيا هيا يا أصحابي، هيا هيا يا أصحابي. يبقى النشيد اسمه إيه؟ مع أصحابي. النشيد اسمه إيه؟ مع أصحابي. طب يلا كده نشوف مع بعض، بقول مع أصحابي، هيا هيا يا أصحابي، هيا هيا يا أصحابي، نحكي قصصا عن أحبابي، نحكي قصصا عن أحبابي، أو نتسلى بالألعاب، أو نتسلى بالألعاب. هيا هيا يا أصحابي، هيا هيا يا أصحابي. يلا كده نعمل شبكة مفردات لكلمة أصحابي. قلنا أصحابي دول اللي بنتسلى معاهم ونلعب معاهم، فممكن ألاقي في شبكة مفردات أصحابي إيه؟ ها، محبة. إيه كمان؟ تعاون، تعاون، مدرسة، مدرسة، لعب، تسلى، تسلية، تسلية، ممكن نلاقي ضحك ونلاقي حاجات ايه كتير. يلا نمشي بقى كلمة كلمة. بقول أول حاجة ايه؟ هيا. بقول ايه؟ هيا. هيا يعني ايه؟ يعني تعالوا. هيا يعني ايه؟ تعالوا. هيا يعني ايه؟ تعالوا. أنا عايزاك تنطق كلمة هيا كده وتقولي لقيت فيها حاجة غريبة ولا مش حاجة غريبة. بقول ايه؟ هيا. هيا. في لاحظت فيها حاجة؟ فيها ايه؟ الياء المشددة. الياء المشددة يعني ايه مشددة؟ حرف كتبته مرة واحدة بس لما نطقته، نطقته كم مرة؟ مرتين. نطقته كم مرة؟ مرتين. يلا نحلل مع بعض كلمة هيا. قلت ايه؟ هاي يا. كم مقطع دول؟ اتنين. اتنين. كتبت الهاء والياء مع بعض والياء والالف مع بعض، لان انا في التحليل لازم افك الحرف الايه؟ المشدد. لازم افك الحرف الايه؟ المشدد. الشاعر هنا بينادي على مين؟ على اصحابه. بينادي على مين؟ على اصحابه. طب كلمة اصحابي، كلمة اصحابي دي اسم ولا فعل؟ اسم ولا فعل؟ ها؟ اسم. اسم. قلنا اي كلمة فيها يه ملكية لازم اقول عليها ايه؟ اسم. لازم اقول عليها ايه؟ اسم. اصحابي اسم مفرد ولا جمع؟ جمع. جمع. واصحاب كتير. مفرد اصحاب صاحب. مفرد اصحاب صاحب. مفرد اصحاب صاحب. صاحب. اصحابي مد بايه؟ اصحابي مد بالالف. والحرف الممدود عندي الحاء. الحاء. ومد بايه كمان؟ بالباء. بالياء. مد بايه كمان؟ بالياء. بالياء. والحرف الممدود معايا الباء. فين هي اصحابي؟ فيها هنا اصحاب بتوع مين؟ بتوعي انا. اذا الياء اللي في كلمة اصحابي دي بقول عليها ياء ايه؟ ملكية. ياء ايه؟ ملكية. ياء ملكية يعني الاصحاب بتوعي. طب كلمة اصحابي تاخد ايه من اسماء الاشارة؟ تاخد ايه من اسماء الاشارة؟ ها؟ ها؟
هؤلاء. تاخد ايه من اسماء الاشاره؟ هؤلاء، عشان هم جمع عندهم ايه؟ عقل. طب الشعر هنا بينادي على مين؟ على اصحابه. الشعر هنا بينادي على مين؟ على اصحابه. اه، بينادي الشاعر على اصحابه، يقول لهم يلا يا اصحابي تعالوا بسرعه. انا قلت بقى ايه الكلمه اللي معناها تعالوا؟ ها هيا. هيا. امال اصحابي مفردها ايه؟ صاحب. مفرد اصحابي ايه؟ صاحب. مفرد اصحابي ايه؟ صاحب. صاحب. كلمه اصحابي عكسها، عكسها اعدائي. عكسها ايه؟ أعدائي. كلمة أصحابي عكسها إيه؟ أعدائي. وقلنا مفردها إيه؟ صاحب. مفردها إيه؟ صاحب. وعكسها أعدائي. عكسها إيه؟ أعدائي. معنى أصحابي أصدقائي. معنى أصحابي أصدقائي. يبقى الشعر هنا بينادي على مين؟ على أصحابه. بينادي على مين؟ على أصحابه. بينادي على مين؟ على أصحابي. أصحابي. يلا نحلل كلمة أصحابي مع بعض. أصحابي. كمان مرة. أصحابي. كده كلمة أصحابي مع بعض. يلا. أصحابي. ألف والصاد مع بعض، والحاء والألف مع بعض، والباء والياء مع بعض. كم مقطع دول؟ ثلاثة. طب أصحابي قلنا مفردها إيه؟ صاحب. صاحب. وعكسها إيه؟ أعدائي. ومعناها إيه؟ أصدقائي. نحكي قصصا. الشاعر هنا قلنا بينادي على مين؟ على أصحابه. يعملوا إيه؟ نحكي قصصا عن أحبابي. نحكي قصصا عن أحبابي. نحكي اسم ولا فعل؟ فعل. بقول على نحكي فعل ايه؟ مضارع. انا لسه ايه؟ بحكي. لسه ايه؟ بحكي. طب نحكي مد بايه؟ بالياء. مد بالياء. فين الحرف الممدود عندي؟ الكاف. لو انا عايز احط لها ضمير متكلم، تاخد ايه من ضمائر المتكلم؟ نحن. نحن. طيب معنى كلمة نحكي نروي. معنى كلمة نحكي نروي. يلا نحلل كلمة نحكي مع بعض. بقول ايه؟ نح كم سقفة دولت؟ اتنين. يبقوا كم مقطع؟ اتنين. كتبت النون والحاء مع بعض عشان الحاء حرف ايه؟ ساكن. والكاف والياء مع بعض عشان المد مع الممدود. قصصا. قصصا. كلمة قصصا دي اسم ولا فعل؟ فعل. اسم. اسم. اسم مفرد ولا جمع؟ جمع. جمع. اسم جمع عشان هي قصص ايه؟ كتير. طب قصصا ده جمع، عنده عقل ولا ما عندوش عقل؟ ما عندوش عقل. اه، يبقى جمع غير ايه؟ عاقل. ياخد ايه من اسماء الاشاره؟ هذه. ينفعش خالص ان اقول ان انا اقول ايه؟ هؤلاء قصص. طب قصصا مفردها ايه؟ قصه. مفرد قصص ايه؟ قصه. مفرد قصصا ايه؟ قصه. قلنا قصصا دي فيها تنوين. تنوين بايه؟ بالفتح. قلنا يعني ايه تنوين قبل كده؟ تنوين يعني نون بنطقها اكتب بدلها فتحتين او قصرتين او ضمتين. فانا قلت قصصا نطقت نون مفتوحة، يبقى اكتب فتحتين. وقلنا الصاد من الحروف الضعيفة اللي عايزة حد يسندها، فالفتحتين تاخد معها مين؟ الالف. طب يلا نحلل كلمة قصصا مع بعض. قلت ايه؟ قي صا صن. قي صا صن. كم مقطع دول؟ ثلاث مقاطع. قي قف لوحدها، ص الصاد لوحدها، صن نطقت الصاد مع الفتحتين والالف بتاع التنوين. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان الالف ده مد بالالف، ده الف بتاع التنوين بالايه؟ بالفتح. عن، بقول على عندي حرف جر. احبابي. احبابي اللي انا بحبهم وبلعب معاهم، وقرايبي واخواتي واصحابي هم دول احبابي. احبابي بقول عليها اسم ولا فعل؟ اسم. اسم ايه؟ جمع. اسم ايه؟ جمع. مفرد كلمة احباب حبيبي. مفرد كلمة احباب حبيب. طب احبابي مد بايه؟ بالالف. مد بالالف والحرف الممدود
الباء، ومد بايه كمان؟ بالياء، والحرف الممدود عندي الباء. طب انا بقول احبابي بها ياء ايه؟ ملكيه. بها ياء ملكيه، معناها ان هم اصحابي انا واحبابي انا. يلا نحلل كلمه احبابي مع بعض. احبابي الالف والحاء مع بعض، والباء والالف مع بعض، والباء والياء مع بعض. ليه كتبت الالف والحاء مع بعض؟ عشان الحاء دي حرف ايه؟ ساكن. والباء والالف مع بعض المد مع الممدود. طيب يبقى هنا اما اقول على من ينادي الشاعر، الشاعر هنا بينادي على مين؟ ينادي الشاعر على اصحابه، ينادي الشاعر على اصحابه. ماذا يحكي؟ قلنا شيل ماذا، شيل علامه الاستفهام، بقى عندي يحكي. قال لي بيحكي ايه؟ قصصا. طب ليه انا جبت ماذا هنا؟ عشان القصص غير عاقل، وبسال عن غير العاقل باداه استفهام ماذا. انما احبابي واصحابي اشخاص عندهم عقل، بسال عنهم باداه استفهام من. طيب عن من يحكي الشاعر؟ قلنا يحكي الشاعر عن احبابه، يحكي الشاعر عن احبابه. او نتسلى بالالعاب، او نتسلى بالالعاب. نتسلى بقول عليها فعل مضارع لانها بتدل على حركه، لسه بتسلى. لو حابه ان انا احط لها ضمير متكلم تاخد ضمير متكلم نحن. طيب نتسلى فيها حرف مشدد، انطق كده نا تا سلا، فاللام دي بقول عليها حرف ايه؟ مشدد. لو انا هحللها هكتب النون لوحدها، التاء لوحدها، السين واللام مع بعض، واللام والياء مع بعض. طب يا ميس هو مش يتسلى دي فيها مد بالياء؟ اقول لك لا خالص، ده الياء دي بقول عليها الف لينه. يعني ايه الف لينه؟ الف طريه، بنطقها الف واكتبها ياء. انا لما جيت انطقها ما قلتش نتسلي، قلت نتسلى. بالالعاب، الالعاب اسم جمع لانها فيها الف ولام، وقلنا من علامات الاسم الالف واللام، ومفردها لعبه. طيب الالف واللام بتاع كلمه الالعاب شمسيه ولا قمريه؟ قمريه. قمريه، فيها مد بايه؟ بالالف. طب يلا نحلل كلمه الالعاب مع بعض. الالف واللام مع بعض، الالف واللام كمان مره مع بعض، بس دي الالف واللام بتاعه الكلمه. عال، عين والالف مع بعض، والباء لوحدها. ال ال عابي، ال ال عابي. يبقى بماذا نتسلى؟ نتسلى بالالعاب. يبقى اقول لك هنا بماذا نتسلى؟ قلنا بشيل بماذا، شيل علامة الاستفهام، بقى عندي نتسلى بالألعاب. فاكر مفرد كلمة ألعاب ايه؟ لعب. ها؟ لعب. لعبة. مفرد كلمة ألعاب ايه؟ لعبة. مفرد كلمة ألعاب ايه؟ لعبة. لعبة. طيب يلا هنا نشوف ايه الكلمات اللي على نفس الوزن في النشيد. على نفس الوزن يعني على نفس النغمة، نفس النهايات. ايه الكلمات اللي على نفس الوزن عندي؟ عندي كلمة أصحابي. ايه اللي على نفس كلمة أصحابي؟ أحبابي. نفس النهاية، نفس عدد الحروف، نفس التشكيل. ممكن أقول ألعابي كمان؟ ممكن أقول كمان ألعاب.